قدم عدد من أطفال مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ابني أديبا من خريجي المرحلة الأولى للمبادرة، قدموا أعمالهم في مسابقة المبدع الصغير التي تعتبر من أكبر وأهم مسابقات المواهب للأطفال على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي. تعد مبادرة ابني أديبا مشروعا لتطوير مواهب الأطفال في الكثير من المجالات المتنوعة من سن 6 سنوات وحتى 14 سنة.